توج المنتخب البحريني لكرة السلة ببطولة الخليج لكرة السلة في نسختها 17 بعد تغلبه على المنتخب القطري بنتيجة 73 نقطة مقابل 68. وجاءت المباراة النهائية بين الفريقين بعد فوز المنتخب البحريني لكرة السلة على نظيره الكويتي بنتيجة 67 نقطة مقابل 76 في الدور قبل النهائي لبطولة الخليج للرجال، فيما تغلب المنتخب القطري على نظيره السعودي بنتيجة 63 نقطة مقابل 67. للبحرين لسعادة المستشار محمد العجمي على هذا وام جي والاحتفالي الان هو لا يطيح الكاس جت الامتياز في تنظيمه.